عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. نهار مبروك، كي دايرين؟ لاباس عليكم. هانتوما هنا غادي نحتاجوا واحد 250 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، اولا حتى عندكم الدجاج يعني قطع تقدروا تطيبوهم، يعني ماشي ضروري غير الصدر. المهم انا هنا متوفر عندي الصدر اللي موصول ومنشف يعني مسقطه. غادي نحتاجوا فصوص ديال الثوم، غنحتاجوا الهريسه، غنحتاجوا الصوجة، وغادي نحتاجوا من بين العطريه يعني من الاساسيات يعني الثوم باودر يعني غبره، حتى هو غادي يجي زوين في هاد الوصفه ديالنا هذه او الحشوه ديالنا. وطبيعه الحال غنحتاجوا ورقه ديال البسطيله من الحجم الكبير او الصغير اللي عندكم، اولا ديال المغرب ديالنا اللي دايرين. غادي نقطعوهم وغادي يعني وغادي نستعملوهم. المهم ما نطولش عليكم وغادي نمشيو نيشان طريقه التحضير. غادي ناخذ واحد الجميله او قدر اللي غادي نطيبو فيه. ناخذ دوك الفصوص الثوم نكونوا قطعناهم او حكيناهم. غادي ناخذ هذاك الدجاج ديالنا غادي نديروه على هذا الشكل هذا، وغناخذوا هاد بودره الثوم حتى هي، وعاد غادي نزيدوا العطريه الاخرى. مهم ضروري في هذه الوصفه هذه بودره الثوم، دابا راه متوفره في جميع الاسواق التجاريه. غنحتاجوا الملح طبيعه الحال، غادي نحتاجوا سكينجبير كذلك يعني معلقه صغيره، تمام معلقه صغيره. غنحتاجوا الابزار او الفلفل الاسود كذلك، ما نقويوش حيت باقي غادي نديروا الهريسه. غنحتاجوا القزبر بودره كذلك، ضروري في هاد الحشوه ومع الدجاج راكم عارفين تيجي زوين. وغادي نديروا واحد المعلقه صغيره على حسب الذوق غتبقى لكم ديال الهريسه، كل واحد لا بغيتوهم حارين غادي تزيدوا اكثر من معلقه صغيره، يعني ثمان معلقه كبيره تقريبا على هذا الشكل هذا، غتيجيو بنان هاد الحشوه هذه الصراحه. وغادي نحتاجو كذلك زيت الزيتون، يعني مزيج من زيت الزيتون واحد نص كاس ديال العنبه وزيت المائده، غادي نخلطوهم بجوج على هذا الشكل. وغادي نديرو هاد هاد الدجاج ديالنا فوق البوطة باش او فوق النار باش يتشحر لينا، ولكن النار مهيله حيت ما نزيدو فيه لا ما لا والو، غادي نخليو غير داك الماء اللي غادي يطلق لينا الدجاج مع هاد العطريه هذه، غادي يطيب لينا داك الدجاج وغيتعسل، وديك الساعه نطلق انا وياكم لتتمه الحشوه. في هاد الاثناء غادي نحتاجو يعني الشعريه الصينيه في هاد الحشوه هادي، غادي نديرو عليها الماء غليان على هاد الشكل، وغادي نخليوها حتى ترطب ونصفيوها ونقطعوها يعني بالمقص تكون رقيقه، يعني المقص تيسهل علينا العمليه بلا ما وجدت لينا الحشوه ديالنا نكونو هادي يعني وجدناها وخليناها جانبا. هانتوما كما تشوفوا يعني الدجاج طلق الماء ديالو، ما احتاجينا لا نسقيه ولا والو. المهم غادي نخليوه يكمل الطياب ديالو ويتعسل في داك المريقه ديالو، عاد نطفيو عليه ونطلق انا وياكم. وانتم من بعد ما طلقات لينا داك الفيرميسال وحيدناها من الماء، غنشدو المقص على هذا الشكل هذا وغنبقاو نقطعو حتى غادي نحصلو على يعني تجينا بحال شلضناها باش تجينا ساهله في التعمار وفاش تناكلوا البريوات ديالنا اولا السيجار ديالنا، يعني تيجي داك الشيء مقاد ومعلق على حقه وطريقه. المهم غنبقاو بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكملوها ونشوفوا الدجاج ديالنا فين وصل باش نكملوا له اللي غادي نزيدوهم معاه باش يكمل الطياب ديالو، وهذاك الساعه ندوزو للتعمار ديال البريوات ديالنا. وهانتوما فاش تنلقاو بان الدجاج ديالنا هانتوما كما قلت لكم راه مرق ما بلا غير بالماء ديالو، هانتوما فاش تلقاو بان الدجاج ديالنا طاب تنشدو داك الفيرميسال ديالنا اللي قطعنا من قبل، غنكبوها على داك المرق والدجاج على هذا الشكل هذا،
هانتوما على هذا الشكل، وغادي نزيدو واحد جوج معالق كبار ديال الصوجا حتى تعطي واحد المذاق غزال. هانتوما، وغادي نحركو كلشي ونخليوه يعقد في داك المريقه اللي بقى طالق لينا الدجاج، يبقى عندنا في الطنجره حتى يتعلق لينا هاد المريقه هادي تولي معلقه مزيان، عاد نحيدوها من فوق النار. وانتما في الاثناء اللي سميتو تتعلق لينا هذيك المريقه غنشد المقص. نتوما الا كنتو درتو الدجاج صايم غادي تحيدو الدجاج قبل ما ديرو الشعريه الصينيه وتحيدو منه العظم. بعد ما بردات لينا الحشوه ديالنا غادي ناخذ الورقه ديالنا غادي نقسموها على جوج حيت هذا الحجم الكبير. هانتوما على هذا الشكل هذا باش يجيونا البريوات ديالنا زوينين. غناخذو شويه ديال الزيت ندهنوهم باش تجينا ديك القرمشه، وحبذا انا غادي نطيبهم غير في الفران يعني ما غاديش نقلي، انا تنفضل يعني الفران حسن من القلي. فاش تندهنوهم هكا راه تيطيبوا في الفران تيجيو مقرمشين حسن من سميتو من يعني القلي. غادي نشدو الورقه ديالنا وغنطويو هكا من الجنب، ناخذ العماره ديالنا حتى ما جوج معالق كبار هانتوما، وغناخذ الفرماج حكوك غادي نديروه فوق الحشوه وغنطويو البريوات ديالنا على هذا الشكل. فاش نجيو هنا نقادو عاوتاني البريوه باش تجينا صامطه ومزيان صافي. وتنجيو هنايا اللي غادي يقليوهم في الزيت غادي يديروا شويه ديال الطحين والماء باش يسدوهم، اما اللي غادي نديرهم حنا في الفران غادي نديروا لهم غير على هذا الشكل هكا زويته وغيتسدوا، وغنحطوهم هكا على في الصفيحه ديال الفرن او الطاوه يعني لتحت غيكون هو هذيك الملاقيه هي لتحت راه ما غاديش يتحلوا لينا. المهم غادي نديروا وحده اخرى نفس العمليه، غادي ناخذ الحشوه غنديروها بهذه الطريقه هذه كما تتشوفوا، وناخذ الفرماج ديالنا المحكوك بهذا الشكل هذا، وغادي نطويو البريوه ديالنا. غنجيو هنا كذلك قرب لكم باش يبان، وغادي نطويو الورقه وغنطويو البريوه ديالنا. نديرو شويه د الزبيده كما قلت لكم صافي، وهذه هي البريوه ديالنا. غادي تقدروا تشكلوهم على شكل سيجار كما تشوفوا معايا. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتطبقوها ونتلاقى انا وياكم فيديو جديد باذن الله. هانتوما البريوات ديالنا تيجيو على هذا الشكل هذا كما تشوفوا، والطريقه ديال سميتو ديال الاحتفاظ ديالهم يعني في المجمد تندخلهم مثلا بحال هاد الصفيحه هكا مفرقين كما انا درتهم ونخشيهم في المجمد حتى يشدوا راسهم، عاد نحيدوهم ونديرهم في البلاستيك الغذائي.